السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدئ بإذن الله الحلقات التطبيقية على اللغة التعاقدية. بداية كما قلنا حتى نطبق وحتى نأخذ أدوات وإرشادات ومهارات لكي نصنع بها عقد قانوني، لابد أن يكون عندنا نموذج، لابد أن تكون لنا مرجعية. أرأيتم النص القانوني؟ النص القانوني لأي قانون كان هو مجموعة من القواعد العامة المجردة، يبقى إذن هو قاعدة مثالية، وكل قاعدة فيها شقان، شق التجريم ثم شق العقاب، وهناك قواعد تنظيمية وهناك قواعد تفسيرية إلى غير ذلك من القواعد القانونية. وكذلك نحن في حديثنا عن لغات القانون، تلك اللغات الستة التي ذكرناها سابقا، ثم تأتي اللغة السادسة ألا وهي اللغة التعاقدية. أخطر لغة وأهم لغة تحتاج إلى ميزان، إلى معيار، إلى نسق عام مثالي، إلى نسق قياسي، هي اللغة التعاقدية. لماذا؟ لأنها لغة ترتبط مباشرة بالحقوق والمراكز القانونية. فلغة التعاقد هي في جوهرها عبارة عن روابط، روابط ومراكز استئثارية، سواء روابط بين أشخاص وهذه روابط اقتضاء، أو روابط بين أشخاص وبين أشياء، هذه الأشياء تكون رابطة استئثارية، رابطة ملك أو تصرف أو انتفاع إلى غير ذلك من الروابط. وأيضا مما يزيد من أهمية ضرورة وجود يعني نسق عام أو نسق قياسي أو عقد معياري مثالي، تلك التعددية، تلك التعددية التي نراها، اختلاف في الأذواق، اختلاف في المشارب، اختلاف في المشاعر. ونحن قلنا ما العقد إلا تعبير عن سلطان الإرادة. انظروا أحبتي، أول شيء يأتيك الخاطر فكرة، ما هذه الفكرة؟ تتشكل، تؤثر على الإرادة، الإرادة تتناول هذه الفكرة، ثم تدخل في حالة تسمى موقف أو حالة انفعال، هذا الانفعال يصدر بقول أو بفعل أو بعبارة أو بإشارة. هذه الإشارة أو العبارة إن كانت مع الآخرين هي شبه تعاقد أو اتفاق. إذن مما يزيد من أهمية وجود ضابط معياري، ضابط قياسي للغة التعاقدية، تلك التنوعات وتلك التلونات في الإرادة وفي سياقات الناس وفي مشاعر الناس وفي حاجات الناس وفي اختلاف أطباعهم وأوضاعهم وظروفهم وصروفهم. كل هذه المعاني المائعات المتنوعات المرنات يعني لابد أن تنضبط بشيء، ومن ثم جاء القانون فنص على أركان العقد، وكانت أركانه الأساسية الرضائية، وهي إشارة إلى الإرادة، وهي أهم شيء، وهي أصل العقد. ثم بعد ذلك المحلية أو المحل، أنت يعني حتتعاقد على إيه؟ على شيء مشروع أم شيء ممنوع؟ أم هو شيء محظور يخالف النظام العام ويخالف الأداب العامة؟ هذه أيضا معيارية قانونية. ثم بعد ذلك يأتي السبب، سبب هذا العقد ما سببه؟ وهل هو سبب مشروع أم سبب غير مشروع؟ يعني إذن المشرع حاول أن يضع لنا قياسية ومعيارية قانونية. فالقانون معياري قياسي حدده المشرع ووضع له علامات وإمارات والمذكرات الشارحات تحدد أيضا متعلقات وضوابط هذه المعايير. ونحن درسنا وعرفنا النموذج القانوني للجريمة، نموذج قانوني إن طابقت الواقعة هذا النموذج ولم يكن هناك موانع للمسؤولية ولم يكن هناك مشروعية، صدق الحكم على هذه الواقعة بأنها جريمة، سواء كانت جناية أم جنحة أم مخالفة. هذا الأمر في القانون نحن متفقون عليه. نحن الآن نتناول لغة القانون. للأسف هناك إهمال للغة القانون، وهناك نقص شديد، المكتبة العربية تشكو شكوى مرة من قلة المراجع والمصادر والأوعية المعرفية في لغة القانون. فها نحن ذا نجتهد لذلك، واتحاد لغة القانون يعني يقوم على ذلك، على وضع الأنساق والمعايير القياسية للغات القانون أجمع وللغة التعاقدية بصفة خاصة، لأنها لغة ذات أهمية وخصوصية ولغة لا يستغنى عنها يوميا. إذن الحاجة ملحة إلى اللغة التعاقدية المعيارية
أو اللغة التعاقدية المعيارية القياسية. دعونا نتحدث عن العقد القانوني المعياري نبذة قبل أن ندخل إلى تطبيق العقد. وبإذن الله بعد أن نذكر هذه الأشياء في الحلقة التالية أو التي بعدها سندخل إلى البنيان اللغوي المعياري للعقد، صدر العقد، صلب العقد، خاتمة العقد، وما هذه الأشياء إلا لتؤصلك أيها القانوني ولكي تكون ملماً بمعرفة ومهارة صياغة أي عقد. أنا لا أريد أن أعطيك إرشاداً، ما أكثر الإرشادات، هي موجودة، يعني موجودة في الحلقات الكثيرة الوفيرة وفي مواقع التواصل وموجودة على مواقع النت، ما أكثرها وما أوفرها. نحن نريد أن نأخذ البنيان العقلي ثم البنيان المهاري ثم البنيان الوظيفي. هناك نظرية، هناك يعني فنية، هناك تطبيقية ووظيفية، فلا بأس أن نأخذ طرف من هذه طرف من هذه حتى ندخل إلى التطبيق على أساس مكين متين. وسنحاول بقدر الإمكان أن نجمل هذه المعارف وندخل إن شاء الله إلى صلب التطبيق، ولكن هناك أشياء لابد من معرفتها، وإلا كان شرحنا يعني مجرد إرشادات ووصايا أنتم في غنية عنها، ما أكثرها ما أوفرها. لابد من جديد، لابد من نسق جديد نرعاه ونحاول أن نغرسه لنرقى معا بلغة القانون. اللغة التعاقدية المعيارية ما هي؟ هي المفردات والتراكيب والألفاظ والأساليب والجمل والعبارات ذات المضمون القانوني، ولكنها معيارية. ما معنى المعيارية؟ يعني هي معيار يقتدى به، يقاس كل عمل عليها. نستطيع أن احنا نضع 10 مثلاً للغة التعاقدية المعيارية في كل أنواع العقود، ثم نأتي بأي مكتوب ونقول هذا وافى هذا العنصر أعطيه درجة، هذا وافى هذا العنصر نعطيه درجة، وهكذا. يعني نستطيع أن نقيس، نعاير غيرها بها. قياسية يعني نستطيع أن نقيس ما سواها بها، نقول هذا العقد قياسي. أنتم عارفين الماركات والصناعات، ده شيء موجود في كل الصناعات اللي هي المعيارية ومعايير الجودة والقياسية، وفي معايير دولية وفي معايير للدواء خاصة وفي معايير لكل شيء حتى للتعليم، لجودة التعليم. فلماذا لا تكون لدينا معيارية وقياسية وعندنا أيزو في لغة القانون؟ يعني هو شيء أقرب لذلك، أنا أدعو لذلك، وها نحن ذا نحاول أن نقرب هذه الأشياء، وقد كتبت فيها كتابات بإذن الله سترى النور قريبا. فدعونا يعني إيه نأخذ أطراف من ذلك بلا غلو وبلا تعمق إلا للمستويات المتقدمة التي ستأتي لاحقا بإذن الله. إذن هذا هو معنى اللغة التعاقدية المعيارية، لغة مثالية، يعني عقد مثالي، عقد نموذجي. سواء كان هذا العقد مدنيا فسيكون اسمه العقد المدني المعياري أو القياسي، يعني سواء في البيع، في الشراء، في عقود الرهن، أي عقد كان سيكون له نموذج مثالي معياري. احذروا أحبتي أن تخلطوا بين العقد المعياري اللي هي العقود اللي بتتباع ب2 جنيه ونص ولا 5 جنيه ومش عارف كذا طرف أول ونقط والكلام هذا الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه العقود سرطانات للقانونيين، هذه العقود دعها للناس غير أهل القانون. أما أنت أيها القانوني يلام عليك أن تأتي بعقد كهذا وأن تملأه بين متعاقدين، يعني هذه فضيحة قانونية. مثلك من يصوغ لكل حالة صياغتها ولكل وضعية صياغتها، تعبر عن أركان وبنيان العقد تعبيرا قانونيا صحيحا. أنت قانوني، وها نحن ذا نساعدك على الوصول إلى هذا المستوى من خلال هذه النظرية اللغة التعاقدية المعيارية. ثم يأتي لدينا أيضا العقد القانوني المعياري الذي يتفرع عن اللغة التعاقدية المعيارية، يأتي لنا العقد الإداري المعياري. والعقد الإداري المعياري يعني هذا عقد اهتم به الغرب كثيرا، واهتمت به أيضا الدول العربية لأن فيه بعد دولي وبعد الدولة تتدخل فيه فتعبوا عليه، وهناك معطيات رائعة وإن كان هناك تقصير في لغته. دعونا ندخل إلى العقد القانوني المعياري أو القياسي، هذا العقد الذي نتطلع ونأمل أن تكون صياغتنا وأن تكون عقودنا على نحوه وعلى مثاله وعلى طرزه وأن تلتزم بشرائطه وبمعاييره. ما العقد القانوني المثالي؟ دعونا نرى. بالرجوع إلى العقد القانوني المعياري أو القياسي، وجدنا مكوناته الرئيسة 3 أشياء لا رابع لها، وجدنا في قانون ولغة ومنطق. يبقى إذن مكونات أي عقد لا تخرج عن هذه 3: مكون قانوني، مكون لغوي، مكون منطقي.
أما المكون القانوني حتما، لأن القانون قواعد عامة مجردة ينظم أمور الناس وينظم شؤون التعاقد، والتعاقد من أخطر الأشياء التي يتطلبها عموم الناس عموم الجماهير، لا يستغني أحد عن التعاقد قط، وإلا هو إنسان معزول أو في حكم الميت. وقد نظمها القانون من خلال طبعا أحكام القانون المدني التي تنظم العقد، ونظم القانون أيضا العقود إلى عقود مسمى وعقود غير مسمى وإلى عقود مدنية وإلى عقود إدارية، التنظيمات القانونية المعروفة التي درسناها هذه درسناها. ثم نأتي إلى المكون اللغوي للعقد، وجدنا أن المكون اللغوي يعني قيمته 50%، والمكون اللغوي هو بنيان العقد، بنيان العقد وشكل العقد وجرم العقد وكنهه لغوي، لأن الإرادة معنى. كيف أعبر عن الإرادة؟ من خلال الإشارة ومن خلال العبارة، وهذا هو الأصل وهذا هو مبدأ الرضائية. ثم من خلال الكتابة، وهذا في بعض العقود مثل عقود الرهن التي اشترط المشرع فيها الكتابة، ومن ثم كانت الكتابة ركنا يبطل العقد بطلانا مطلقا دون وجود الكتابة. أما بالنسبة للأشياء الأخرى لا بأس، رضائية، كتبنا أو لم نكتب، الكتابة تكون شرط للإثبات، والكتابة يعني إيه؟ حينها لن تكون إلا شرط بس للتداعي ورفع الأمور للمحكمة إن حدث تنازع، ولكن العقد ينعقد وأثره القانوني يتحقق بمجرد المشافهة ومجرد الإيجاب والقبول، كما في عقد الزواج مثلا، فالكتابة ليست شرطا في عقد الزواج، ولكن هي لضمان الحقوق وهي للإثبات، وحتى إذا يعني حل خصام أو دب خلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المعنية، وهي بالضرورة محكمة الأسرة، فاختصاصها اختصاص استئثاري بالأمور الزوجية وأمور الأسرة وكل سائر هذه المتعلقة. ثم نأتي إلى المكون الثالث، وهو المنطق، المكون المنطقي. كل عقد لابد فيه من قانون، من لغة، من منطق، من ضابط منطقي، قواعد منطقية. وأيضا بالنظر إلى العقد القانوني المعياري نجد أن هذه الثلاثية، ثلاثية القانون، ثلاثية اللغة، ثلاثية المنطق، لها حصص وأنصبة. هذه الأنصبة تقريبية، ليست علمية في المئة مئة، ولكن هذا ما خلصنا إليه من خلال النماذج الكثيرة الوفيرة العديدة التي وقفنا عليها. وجدنا أن القانون يمثل من العقد 25%، ذلك من خلال أشياء ثلاثة قانونية، ثلاثة لا يستغني عنها عقد: الركنية والشرطية واللزومية. الركنية نعني بها يعني أركان العقد، والشرطية نعني بها شرائط وشروط هذا العقد، واللزومية نعني بها الالتزامات وما اتفقت عليه أطراف العقد، وبقدر خلوه أو مناقضته لها يحكم على العقد بالبطلان أو بالفساد أو بالتعليق، إنه عقد معلق، فالبطلان ينزل إلى منحدر العدم فلا يخرج منه، وذلك حال نقص ركن من أركانه، نقص ركن في العقد يودي به إلى البطلان. أما الشرائط قد تودي به إلى الفساد، أما بعض الالتزامات قد تعلق العقد عن أن ينفسخ أو يفسخ، إلى غير ذلك من الأحكام التي عرفناها. يبقى إذن هذا هو المكون القانوني في العقد، وهذا المكون لا غبار عليه، نحن درسناه في الجامعة. نأتي إلى البنيان الآخر أو إلى العنصر الثاني من ثلاثية العقد القانوني المعياري أو القياسي، ألا وهي اللغة. هنا الأمر على النقيض، في إهمال لغوي، ليس هناك لغة عقود تدرس، بل ليس هناك لغة قانونية تدرس علينا، بل ليس هناك تأسيس لغوي، يعني للأسف عند معظم الدارسين قانون وفي غير القانون، فهي تكون بالفعل 50% من البنية القانونية العامة. بلا لغة ليس هناك قانون، وقد خلصنا إلى ذلك من خلال دراستنا المتواضعة دور اللغة في تحقيق العدالة الناجزة، فوجدنا أن فوق 60% من أسباب عدم العدالة الناجزة أو تأخر المحاكمات هي محاكات لفظية، تفسيرات لفظية، لغط لفظي، أخذ ورد وترداد ما بين الدفاع وما بين المتدافعين وما بين المتخاصمين وما بين الوكلاء وما بين النيابة وما بين القضاء وما بين سلطة الدفاع، إشكالات جلها يتعلق باللغة وبتفسير الألفاظ وبتحديدها وبدلالاتها، أشياء كثيرة في جوهرها لغوي. البنيان اللغوي يعني نريد أن نجزه، هو موضوع حديثنا على مدار حلقات كثيرة، ولكن ها هنا في العقد القانوني المعياري لدينا خماسية لابد من توافرها في كل لغة القانون عامة، وفي اللغة التعاقدية بصورة خاصة، وفي العقد القانوني المعياري القياسي بصورة أخص، لأنه يقاس عليه و
ولأنه الأمل والمثال الذي نسعى إلى أن ننحو نحوه، وإلى أن نحتذي سياقه، وإلى أن نطبق هياكله ومكوناته وصياغاته.